الحقيقة في جزئية بعد المؤتمر وبعد الحفل الكبير ده، كل الناس بدأت تسأل طب هو فين المجسم بتاع الاستاد؟ طب احنا ما شفناش صورة حتى للماكيت، طب ايه اللي منع ده؟ وتساؤلات كبيرة أو كتيرة. المهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي كان واحد من المعنيين بهذا المشروع، والكابتن أشار إليه في كلمته وقال إنه تم تكوين لجنة برئاسة المهندس محمد سراج بحكم التخصص، وحضر أكثر من مؤتمر عالمي ناقش من خلاله عدد من التصميمات المهمة لهذا المشروع الكبير. كابتن أحمد شوبير استضاف المهندس محمد سراج وسأله السؤال ده، ليه ما شفناش شكل الاستاد؟ نشوف. في حاجات كتيرة جدا عن الاستاد الناس عايزة تعرفها، فين شكل الاستاد، تكلفة الاستاد، اسم الاستاد، هيخلص امتى، هتبدأوا البناء امتى، حاجات كتيرة جدا الناس عايزة تعرفها. تمام يا كابتن شوير. طبعا حضرتك عارف طبعا كابتن محمود الخطيب دايما وكل مجلس الإدارة وسياسة كابتن محمود ان هو ما بيحبش يعلن عن اي حاجة او يتكلم في اي تفاصيل غير لما تكون نهائية. يعني هو ممكن يكون قطع اشواط، وحضرتك عارف ده كويس، قطع اشواط كبيرة وخلاص على يعني ان هو يخلص الموضوع، وبيفضل برضو يستنى او يتم لحد ما يتم الاعلان. فدي حاجة يمكن هي اللي كانت من الاسباب ان احنا في الحفل النهاردة بنتكلم بشكل عام او بصورة عامة عن مضمون التحالف مين، وشكل التمويل ايه، وازاي المشروع ده ممكن مشروع استاد النادي الاهلي. طبعا اشتغلنا على الملف ده كتير، واشتغلنا على القصه دي كتير. قصه الاستاد يعني بتعتمد فيه اربع محاور اساسيه في موضوع الاستاد ده. واحد، تمام، واحد ان انت لازم يكون عندك الارض وعندك المكان. وكان عندنا عائق، ما انا لسه كنت اقول لك عندنا عائق في موضوع الارتفاعات، وده كان العائق الاكبر، ان انت كان عندك ارتفاعاتك 6 متر. نعم. وما ينفعش فيش استاد يتعمل على 6 متر ابدا، انت مينيمم 30 40 متر. فاخدنا موافقه، وده طبعا اللي موجه الشكر لكل مؤسسات الدوله، والكابتن محمود الخطيب وجه لهم الشكر النهارده، ان ده كان العائق الاكبر بالنسبه لنا. صحيح. ان احنا هناخد الارتفاعات. نعم. ده الشق الاول. طيب الشق الثاني ان عندنا موضوع التصميم. فلازم التصميم ده يا كابتن شوبير يكون ماشي مع هويه النادي الاهلي. نعم. مش موضوع بس ان هو مجرد تصميم وخلاص، لا، تصميم يتماشى مع هويه النادي الاهلي، ده برضو هنتكلم عليه وهنرجع له. تمام. الشق الثالث هو الخاص بكل بقى الموافقات والتراخيص. نعم. ان انت تعمل مدينه، اصل انت ما بتقولش استاد بس. مظبوط. بتقول مدينه رياضيه. نعم. فان انت عشان تغير قرار وزاري وتجيب موافقات لمدينه رياضيه وتقول هعمل جنب الاستاد متحف وهعمل فندق وهعمل مستشفى وهعمل، فده مجهود كبير بيتطلب موافقات وتراخيص وتصميمات تستغرق وقت. تمام. عشان بس نبقى متفقين. اما بقى الشق الرابع، انت كل ده خلصته، موافقات والتراخيص والكلام ده كله انت ماشي فيه ده. لسه، لان ده مرتبط بالتصميمات. نعم. ومرتبط بنخلص الشكل النهائي بتاع التصميم بتاعك، لكن انت خدت موافقات ان انت تعمل، تمام، يعني المدينه الرياضيه والارتفاعات وكده، في بقى تراخيص بتاعه الخاصه بالتصميم نفسه. نعم. التصميمات النهائيه. اما بقى الشق الرابع، وده يمكن عشان كده يعني احنا بنشرح النهارده ليه بقى الحفله. نعم. تم تدشينها وليه بدانا الحفل النهارده. الشق الرابع اللي بنتكلم فيه التمويل. ايوه. وده اهم قصه او اهم شق خاص باستاد النادي الاهلي وبالمدينه الرياضيه. نعم. طيب ده اللي كان العائق الاكبر مع الارتفاعات. الارتفاعات يمكن كابتن محمود بعلاقاته وبتفويض من مجلس الاداره. نعم. خلص القصه مع الجهات الدوله اللي بيشكرها، باسم النادي الاهلي وبقيمه النادي طبعاً الاهلي. طبعا طبعا طبعا. نعم. واتفق وخلص القصه يمكن في 2021 عشان كده عملنا حجر اساس وقتها. طيب ماشي. وهذه التفاصيل اللي طبعا بحس المسؤول للحصيف ما قالش تفاصيل، يعني قال خطوط عريضة، وزي ما احنا قلنا كده بإذن الله هنجيب المسؤول، يعني نأمل ان يجي لنا رئيس شركة الأهلي للإنشاءات وفي وعد بهذا، يحكي لنا بقى عن إذا كان عنده الإضافات التي تضعنا في تصور لما هو قادم من الناحية الهندسية، لأن الجمهور خلاص أنت عملت البنية التحتية اللي هي شديدة الأهمية، خدت مجهود كبير، صعوبات كتيرة، هو عايزك بقى إيه تجري، زي أنت ما تحجز مثلا شقة ولا حاجة، كل ما تيجي ولا ما لكش دعوة أنت بالتصميم والإجراءات أنت عايز تقول له أنت هتسلمني. الإجابة دي بقى يعني هنبقى لها يعني لقاءات
اكثر تفصيلا. طيب ده كلام مهم جدا، واعتقد اطمنتوا على كل هذه الجوانب. هنطلع لفاصل وبعد